سلام، مرحبا متابعيني الاعزاء. اشعر الان بالاطمئنان، لدي جلسات تامل لكم تامه، لدي التقنيه الخاصه التي قدمتها لكم، تقنيه نضال ينجوي، ولدي فيديو كامل لليوغا. في هذه الازمه وهذا الحجر الصحي لا يوجد ملل في المنزل، هكذا اشعر بالراحه. لدي فيديو ايضا للصغار للتحفيز، وهكذا اعتقد اننا قضينا كل شيء. كنت افكر يجب ان نضع شيئا ما مختلفا هذه المره، وفكرت ان اضع مسابقه. المسابقه هي مع وجود الحجر الصحي الموجود اليوم والجميع في المنزل، يجب ان نقوم بوضع بعض الاشياء. الناس اليوم اصبحت تحن على بعضها وكذا، وتخدر الحدث ضربه الرعب. فقلنا في هذه الاجواء نقدم مسابقه. المسابقه هي كالتالي: نعود الى ايام الطفوله والايامات الرائعه الجميله. تذكرون نجري من المدرسة لكي نتفرج على الكرتون والرسوم؟ تذكرون تلك الأيام الجميلة؟ لنعيدها الآن. المسابقة هي أن تقولوا لي اثنين من الكرتونات التي كنت أنا شخصيا أحبها في الطفولة، تأتي كانت في قناة سبيستون، وهم كثيرون جدا من الكرتونات التي أحبها، ولكن اخترت هؤلاء الاثنين أفضل اثنين. من يستطيع أن يقولهم لي مع بعضهم الاثنين مع بعضهم في الإجابة سيحصل على إما كتابي قوانين الكون الخفية أو كتاب الروح الأزلية والعقل المحوسب، واحدة من هذين الاثنين. وأود أن أقول شيء ما أنت خارج المسابقة، أنا تعرف الكرتون خارج المسابقة. أوكي، ستنتهي المسابقة بعد 72 ساعة من الآن، سأظل على كلمتي. إن تمكن شخصين أو ثلاث أو whatever من الحصول على الإجابة الصحيحة أفضل كرتونين كنت أحبهم في الطفولة تأتي على قناة سبيستون، سيحصل على أحد كتبي. Go، انطلقوا.